ورحمة الله وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم، مرحبا بالمتابعين والمتابعات جداد في القناة ديالي. بالنسبة للفيديو تاع اليوم غادي يكون كما وعدتكم على وصفة لإزالة الكلف، عفوا انا اقدم لكم في هذا الفيديو جوج الانواع الوصفات، وحدة فيها مكونين او مكون واحد، يعني حيت المكون الثاني تقدروا ديروه وتقدروا ما ديروهش، وهذه فيها تقريبا شي ثلاثة د المكونات، ولكن كلهم مكونات اللي هما الخاص وموجودين في اي بيت وفعالين بزاف. بالنسبه للبنات اللي كتعانيو من الكلف، هذه الوصفات هذه اللي كنعطيكم سواء الوصفه اللي سبق عطيت في القناه الاولى او لا جوج وصفات اللي غنعطيكم في هذه لا فيديو، هذه راه بجوجهم وصفات اللي هي فعاله جدا في ازاله الكلف وعلى ضمانتي، ولكن تستعملوهم بهذه الطريقه وبهذه المكونات نفسها اللي غادي تشوفوا في لا فيديو. قبل ما نبدا لا فيديو حاولوا انكم تضغطوا على زر لايك اللي موجود اسفل الفيديو، لانني انا كيستحق هذا الفيديو هذا اللايك هذا، لانه فعلا وصفه لي هي ممتازه 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 جدا، واذا كان شي حد سبق له جربها شحال هذه اولا فغادي يقول لكم انا فعلا وصفه لي هي مزيانه بزاف بالنسبه للكلف، وماشي غير الكلف، الطبايع ديال الحبوب، اثار ديال طبايع الشمس، كاع داك السواد اللي تيكون في البشره بسبب التصبغات اولا، فكل شيء كيحيد هذيك المشاكل. غير هو ماشي من الاول استعمال غادي يحيد لكم الكلف، بالاخص الكلف مازال الطبيعي وهذا كيتحيدوا، كتلاحظي انهم خفافوا الاسبوع الاول، كتلاحظي ان الكلف بدا كيبهات في البشره ديالك، الاسبوع الثاني الثالث عاد كتبدا كتعطيك نتيجه، يعني عاد كيبدا الكلف كيتحيد كومبليتوم في الاسبوع الثالث، بالاخص اذا كان الكلف اللي هو سطحي يعني في فوق البشره ماشي داك الكلف اللي عميق، حتى الكلف العميق راه كتحيدو. المهم المكونات ديال الوصفه راه كما كتشوفوا كلهم مكونات اللي هي طبيعيه، المكون الاول في هذه الزلافه والمكون الثاني في هذه الزلافه. بالنسبه للمكون الاول فهو عباره على قشور البيض، غادي نوريكم الطريقه ديال الاستعمال ديالهم وكيفاش كديروا ليهم القشور ديال البيض، اللي البيض العادي اللي كناكلو بيض ديال الدجاج. وهنايا كاين الخليط ديال المعدنوس، ضروري البنات ديروا المعدنوس ماشي القزبر ماشي اي حاجه، لان المعدنوس فيه الفيتامين سي بنسبه كبيره، وضروري ديروا الحامض لانه ايضا الحامض فيه لاسيد اسكوربيك بنسبه كبيره، دونك هذا الخليط ضروري يكون هو المكونات هي ما ديريش الليمون، ديري الحامض وديري المعدنوس، وديري ضروري قشور البيض لان قشور البيض فيهم واحد النسبه مهمه من الكالسيوم، والكالسيوم الا تخلط مع لا فيتامين سي مع لاسيد الاسكوربيك او الحمض الاسكوربيك فكيعطينا واحد الخليط اللي كيساهم في ازاله الكلف من البشره، وكيحارب هذيك الماده الميلانين اللي كتسبب لنا ظهور الكلف في البشره ديالنا، يعني كيبدا كيحيدها شوي بشوي ولو انها هي ماده اللي مزيانه، ولكن بالناس اللي عندهم الكلفه ضروري انها تنقص في هذوك البلايص اللي فيهم الكحول، تنقص هذيك الماده باش تحيد لنا داك التلون اولا داك الاسوداد اللي كاين في البشره. دونك الوصفه غادي نمروا لطريقه اعداد الوصفه. الطريقه باش غادي تصايبوا الوصفه، غادي تاخذوا شويه من هذا الخليط هذا، حاولوا انكم ديروا هذا الخليط هذا في قاروره بوحده وتحطوه في الثلاجه باش يطول لكم، وهذا ديروا ايضا بوحده في شي سوبيره اولا شي حاجه بوحده، يعني قشور البيض بوحدهم وهذا العصير بوحده كتحطيه في بلاصه. بالنسبه اقسم ما بيتي دير الوصفه عاد كتشديهم وكتخلطيهم بجوج، دونك هذه هي الطريقه باش غادي تستعملوا. دونك غادي نهزوا واحد شويه ديال هذا المزيج هذا ديال العصير ديال المعدنوس مع الحامض، غادي نخويه هنا وغادي نخلطو مع قشور البيض المطحونه. كتبقاي كتخلطي حتى كتحصلي على داكشي خليط بحال اللي تقدري ديريه للبشره بحال شي كريم. تخلطي مزيان، هاد الخليط هذا راه يقدر يبقى لك حتى المده ديال 3 ايام، كديري على البشره ديالك وكتخليه على الاقل مده ديال نصف ساعه حتى ساعه على البشره ديالك، البشره ديالك تكون نقيه، تكوني بالافضل الا درتي كاع تغسلي البشره ديالك بالماء دافي اولا ديري البخار اولا ديريه من بعد ما خرجتي من الحمام، لان المسام كيكونوا مازال محلولين تاع البشره ديالك، وهكا كيشربوا اولا كيزيدوا يمتصوا هاد المكونات هذه ديال هاد الماسك هذا، وكيولي كيعطيك نتيجه اللي هي مزيانه. من بعد ما كتخلي الماسك في البشره ديالك واحد الساعه
اولا ساعات المكان. المهم انت كتحسي بها نشف في البشره ديالك، كتغسلي الوجه ديالك مزيان ولكن بالماء البارد، كتغسليه بالماء بارد باش يتسدوا المسام ديال البشره. دونك هادو هما المكونات ديال الوصفه الاولى اللي خاصه بعلاج الكلف، وراه مضمونه وفعاله جدا. دابا غادي ندوزو للوصفه الثانيه ديال الكلف. بالنسبه للوصفه الثانيه فالثمن ديال المكونات ديالها ما كيتعداش 30 ريال، درهم ونص حتى 2 دراهم. هذه الوصفه هذه اللي غادي نوريكم هنا راه كتليق ماشي غير ازاله الكلف، كتليق حتى لتبييض الاسنان، راه فعاله جدا ومن التجربه ديالي الخاصه في تبييض الاسنان. الوصفه بالعاني خليت لكم هذه هكا باش الناس اللي ما كيعرفوش السلميه، لانه كيتفرجوا فيا فقط ماشي غير الناس فقط ديال المغرب، كيتفرجوا فيا حتى ناس الجزائر ودول اخرى. هذه عباره على نبته تسمى بنبته السلميه باللهجه المغربيه. الشكل ديال الاوراق ديالها هو كالتالي، وهي نبتة فعالة جدا في تبييض البشرة، إزالة التصبغات، علاج الكلف والتخلص من الكلف، والنتيجة ديالها تتكون أسرع من جل هذوك الوصفات اللي عطيتكم سابقا، وخفية من مكونات كتير، النتيجة ديالها هي كتكون سريعة. الطريقة هاني هنايا خليت هذا الشيء هنايا، ما درتوش في القرعة باش تعرفوا الطريقة باش كتصايب. هي راه ما خصكيش تغليها في الماء، ما خصكيش ديريها بحال اتاي، اولا كتهزي السلميه كتحطها في شي صفايه اولا شي حاجه، كتكبي عليها الماء سخون، هي ما خصهاش تغلى، خصك غير تكبي عليها الماء سخون وتخليها بحال هكا في الكاس. تلاحظي ان راه اللون ديال الماء اللي كاين في الكاس ولا صفر بحال هذا اللون، هذا تيولي اللون ديالو صفر، ديك الساعه كتعرفي ان السلميه راه تلقات المكونات ديالها في الماء. هذا الماء هذا عودوا غسلوا به كل ليله وفي الصباح، الا كنتو في الدار مثلا ما كديروا والو، ما خرجيش الاشعه الشمس، ما غاديش تعرضوا للشمس، غسلي وجهك بهذا الماء وخليه ينشف في وجهك. ديما غسلوا وجهكم بهذا الماء صباحا مساء في اي وقت لقيتو، غسلوا وجهكم بهذا الماء، فهو راه كيزول الطبايع وكيزول التصبغات الكلف، خصوصا الكلف اللي تيكون سطحي. وتبعوه الوصفه، راه الوصفات كاملين اون جينيرال كيبغيو تبعيهم وتستمر عليهم، ما تعيايش، ماشي ديريها اليوم وتنعسي شهر وتعاود ثاني ديريها واحد النهار وتنعسي عاود ثاني واحد السيمانه وتعاودي ديريها، خصك استمراريه يوميا باش تعطيك نتيجه اللي هي مضمونه. هذو هما الوصفات اللي خاصين بالكلف، كنتمنى تستافدوا منهم وكنتمنى يعجبوكم ويفيدوكم ويعاونوكم في التخلص من المشكله ديال التصبغات واثار الحبوب والكلف، وانا متاكده انهم غادي يعاونوك. وكاينين الناس اللي غادي يكونوا جربوهم منكم حتى نتوما، كنتمنى يكتبوا الاراء ديالهم اسفل الفيديو في التعليقات باش ناس اخرى تاكد وتاخذ الوصفه عن يقين. كنتمنى يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم. السلام عليكم، الفيديو اخر ان شاء الله. Thank you.